انا براشي ذا قول يا براشي كيف تشري البقر؟ خاصك تشري من جيبك ياك تكون عندك راس المال ماشي تشري البقر مع العباد ذاك اليدي وتدير الدرجه وتصاوب اما الحمراء طيح ب 90 درهم شحال طايح لك هذا؟ 15 80 درهم وما سالكش شحال قلت لي طالع لك هذا البقر هذا 90 درهم باش طيح 90 درهم 90 درهم باش طيح اللحم اليوم السلام عليكم شحال تبيع فيه هنا اليوم؟ نبيعو فيه 80 15 يعني مخلي 10 دراهم مخلي 10 دراهم من الكيلو وراه كاين شي قزاري تيقول هذيك الهضره راه ما عندهمش راس المال هم تيخونوا البقره مرحبا من عند القسام من عند الحريفيه ما تيخلصوهمش فهمتيني يعني شحال مشري هذا راه دابا هذا مشري مليون و50 داير 140 يحسنوا ضمانه طيح مشري مليون و50 مليون و50 داير 140 كيلو 140 كيلو اللي باغي يخلص من جيبه والله يحسن العوان راه كاين شي نوع تيجي لا اله الا محمد رسول الله ولي الخشي ديال البصره ديال 2400 الخشي ديال الثمن ديالها 70 درهم اش ما قلت ديال البصره ديالها 120 درهم دابا الفاصه فيها النوع فيها النوع البصره وبالنسبه للحم اللي كانت تباع ب 50 درهم دابا النعجه ما فهموش واحد القضيه الناس لا هذيك خاصهم يعرفوا المواطن اللي تياكل اللحم كيش يغلم بلا راس ها تسمعوها 50 درهم ما كاينش يغنم قولهم بلا راس خاصها تتعلق بالراس ديالها وتكون بالطابع ديالها وبالجوده ديالها الجوده ديالها هي الراس ديالها كاينش الحمد لله نعجب غادي الغلمي ب 50 درهم شفت واحد الفيديو الاغلبيه فيها فيها الغلمي الغلميه طايحه ب 100 درهم باش تتباع 2200 لا بغى ياكل الغلمي اما لا بغى يدير هذيك اللعبه ديال الغراف راه ما كايناش قول لي لا الغلمي سولنا على دابا 90 درهم 95 درهم باش طايحه ولا باش يبيعوا فيه هنا ما كايناش 100 درهم لا بغيتي الغلمي الاصيليه 100 درهم 100 درهم الا بغيتي الجوده بقى غير داك الشيء راه كاين شي حاجه اللي ما عمرو غادي ياكلها ودي يقول لك راه اللحم رخيص لا بني انت شوف شوف اللي غير مع عباد الله ودي يقول لك راه اللحم رخيص يدخل يشري واش بده فلوس من جيبه الا نعرفوا باغي يبيع هذه اللحم هذيك السومه دابا شوف دابا باش نضحك على المواطن راه بزاف عليه باش دابا شحال من واحد تيقول لك ورا البقر مسلك ب 70 ما كاينش مسلك ب 70 شي تيقول لك ما مسلكش ب 80 ما مسلكش كي يسلك هذاك النوع لا اله الا الله ما تيخدموش راه غير تيدوز وكيضحكوا على الرجاله والله يصايبك اصلا بغا يكون داك الشيء صحيح يجبد من جيبه هذا البلدي الاخوان هذا كروازي يا رشيد بلدي ماشي كروازي بلدي بلدي اوكي والجوده والله صايب.